Chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir. Bienvenue dans Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cet entretien avec nous Cheb Rahimou. Marhaba bik Rahimou fi had hawar. Marhaba bik ana fi qanat Hamid Tourichi TV Web. Assalam alaikum khoya Hamid, معك Cheb Rahimou. Je te remercie beaucoup على هاد الدعوة. بون الانترفيو ان شاء الله هذا اللي حيكون بيناتنا ينال اعجاب المستمعين بيان سير ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في الميدان ديالك ان شاء الله يعني والله لا فريمون راك تعاون لي زارتيست بار لاشين ديالك يوتيوب حامي طوريشي بيان سير بون بور لا بيب راك تعاون لي زارتيست ما شاء الله الله يبارك ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. Depuis combien de temps tu es dans le domaine artistique? شحال من وقت درك راك في الساحه الفنيه؟ بالنسبه للميدان الفني ديالي كان بون كارير تاع واحد 20 طون هكذاك اول البوم ديالي كان اون 2016. On peut dire que tes paroles sont propres et une musique neutre. Est-ce que tu écris toi-même tes paroles ou bien تي ان باروليي؟ نقدر نقولو بلي عندك موسيقى نقية وكلام نقي، واش انت اللي تألف الأغاني ولا عندك مؤلف؟ بون بور هاد لا كيستيون خويا حامد شكرا ميرسي بوكو وهذا شرف ليا. بالنسبة لي بارول بون حنا تعلمنا من عند شيوخ اللي نحييهم بهاد المناسبة منهم الشيخ عبد القادر الناير الشيخ قادر ولد عدا خالد بن دودة فريمون دي بارولي الله يبارك ما شاء الله وحنا تعلمنا من عندهم ونحوسوا توجور على الكلام النقي اللي يدخل للدار. كيل سون لي زارتيست كي تو ماركي؟ ما هما المغنيين اللي تاثرت منهم وبغيت تغني وتوصل كيما وصلوا هما؟ بون بالنسبة للفنانين اللي يعجبوني من لا جينيراسيون ديالنا بيان سير المرحوم حسني الله يرحمه الشاب مامي نصرو الشاب خالد الشاب حسن الشاب أنور الشاب عقيل الله يرحمه اللي ترحموا عليه بيان سير الشيخ عز الدين الشيخ عز الدين والله فريمون يعني فريمون شيخ صح شيخ غنى على الزوالي غنى على الميمة غنى على الحقرة غنى على اليتامى غنى وبالنسبة لي أنا هذا هو الفنان. عندي واحد القصيدة نقول فيها الفن راح وداوه للرياح وبعدوه لبعيد يا وعدي ولا كلامهم غير تبريح تسمع غير أرجائية وهذه الله يرحم حسني والشاب عقيل اللي خلاه القلب حزين كلامهم شباب وشحال حنين كنا نسمعوهم مع الوالدين على أحمد وهبي بكات العين وبلاوي الهواري كلام ورزين وين غادية يا وهران وين يا بلاد الأسود والفنانين نترحموا على ولد بلادي الشيخ محبوباتي ابكي يا عيني ونوحي على دحمان الحراشي خليفي أحمد بأياي في البدوي وعباب سيبدع في الشاوي معطوب أرقاز دلعالي ومعطي البشير بالعود يبكي الفن راح دوال رياحة الكلام قاعد برانح اسمع غير ارجع يا مهدي ولا الكلام قاعد برانح تسمع غير ارجع يا مهدي فن راحة دوال رياحة بعدو بعيد داري وعدية ولا الكلام قاعد برانح تسمع غير ارجع يا مهدي ولا الكلام قاعد برانح تسمع غير ارجع يا مهدي حسني والشاب عقيل اللي خلاه والقلب حزين صوتهم شباب وشحال حنين نسمعوهم مع الوالدين على احمد وهبي بكات العين بلاوي الهواري كلام ورزين وين غادية يا وهران وين يا بلاد الاسود والفنانين الفن راح دوال رياحة بعدو لبعيد يا وعدي ولا الكلام
شيخ تعب الصح وعلى جرتو شحال من واحد ارباح محمد نونا كلامو فصحة ومع نصر بكا وسلاطين ما ننسى ما يروحوا لي من البال شيخ النعم قادر صناكم ونتمنى يولوا دوك الايام الشيخ الجودي بلغولي السلامة الفن راح دوال رياحة بعدو لبعيد هاي وعديه ولا الكلام قاعد برامح اسمع غير ارجع يا ولادي ولا الكلام قاعد برامح اسمع غير ارجع يا ولادي ترحموا على ولد بلادي الشيخ محبوباتي يا عيني يبكي ونوحي على دحمان الحراشي خليفي احمد بأيي في البدوية وعباد سايبدع في الشاوي معقوب ارقز العالية ويحيا فن بلادي الفن راح بعدو لبعيد هاي وعديه ولا الكلام قاعد برامح اسمع غير ارجع يا ولادي ولا الكلام قاعد برامح تسمع غير ارجع يا ولادي نرفدنا من عند الشيوخ بالصح ماشي بزوخ كلامهم منضيف وموزون ويفاجي على كل مغبون الله يرحم الفنانين اللي راحوا علينا هادو سنين ويشدنا في الحيينة وادعوا معانا يا رب العالمين الفن راح دوال رياحة ولا الكلام قاعد برامح اسمع غير ارجع يا ولادي ولا الكلام قاعد برامح تسمع غير ارجع يا ولادي فن راح ولدي عدى نرسل الإسلامية وللشيخ حمي صباحي ربي وفقكم في المشوار الفنية تربوا جيل بكلامي داوي ولدي عدى نرسل الإسلامية وللشيخ حمي صباحي ربي وفقكم في المشوار الفني وتربوا جيل بكلامي داوي الفن راح دوال رياحة بعدو لبعيد هاي وعديه ولا الكلام قاعد برامح اسمع غير ارجع يا ولادي ولا الكلام قاعد برامح تسمع غير ارجع يا ولادي الفن راح دوال رياحة بعدو لبعيد هاي وعديه ولا الكلام قاعد برامح تسمع غير ارجع يا ولادي ولا الكلام قاعد براح اسمع غير ارجع يا ولادي Tu nous as fait trop rire, tu t'es pris en caméra cachée durant le mois sacré du Ramadan. Quelle est donc cette expérience pour toi ? Explique-nous. Nous avons dit que la caméra cachée m'a fait rire. Tu es l'animateur avec. Je peux te dire l'expérience avec. Je peux te dire que كانت كاميرا كاشي ولا غير بغاو يجيبو ديك الوقت خويا رحيمو بون بور لو كاميرا كاشي كنت معروض في واحد ليميسيون وصحابي داروا لي بياج
بون ماشي غير انا اللي تحت في هذا البياجي بور موا تقعد تقعد Après un moment de rire, un moment de tristesse. À travers tes chansons, on s'est rendu compte que tu as rendu pas mal d'hommage à des artistes, tout d'abord, et puis à des amis qui nous ont peut-être quittés un peu trop tôt. Faire un nick, le film Chabrahimo, Kain Bzef, des hommages, les artistes, والحباب والصحاب اللي راحوا اليوم راهمش معنا واش تقدر تقولنا على هذوك الكلمات اللي خليت لنا وخليتهم ذكريات لعائلتهم وذكريات مام اللي كنت تنكارتيست بون دير دي اوماج بيان سير لكن اوماج على جداتي الله يرحمها اللي ترحموا عليها وعلى مي دو فرير ولاد حومتي مصطفى ويوسف والله فريمون يعني فريمون تبكي بيان سور و زوج حباب مشاو علينا وخلاو في قلوبنا الجراح ما فهمنا والو فيك يا الدنيا يروحوا منك غير الناس الملاح يتوحشتك يا الغالي صبرا ما فاد صبري صبرا ما فاد صبري كي شوف صورتك الزينة ينوح ونبات نبكي يتوحشتك يا الغالي صبرا ما فاد صبري صبرا ما فاد صبري كي شوف صورتك الزينة نروح والبيت نبكي يا وحشتك يا الغالية صبر ما فات صبري صبر ما فات صبري نشوف صورتك في الزينة يا نروح ويضيق صدري وحشتك يا الغالية صبر ما فات صبري صبر ما فات صبري نشوف صوتك نسينا يا نوح ويضيق صدري يا خليتني يا صاحبي نشوكي مأثر دخلاني وعليك نبكي وموتك جاتنا على غفلة ما كناش فيها نستناو انا بعيد وجاني خبرك يا وقالوا لي صاحبك مات قالوا لي صاحبك مات الموت الغطى ردتك يا ومشي في الدوام انا بعيد وجاني خبرك يا وقالوا لي صاحبك مات قالوا لي صاحبك مات الموت الغطى ردتك يا ومشيت بلا وداع موتك جاتنا على غفلة ما كناش نستناوا ما كناش نستناوا وراك الحومة سماطة وقعدوا غير الذكريات موتك جاتنا على غفلة ما كناش نستناوا ما كناش نستناوا مراك الحومة سماطة وقعدوا غير الذكريات الحومة بلا فيك اخوات وش حال من عين عليك بكات ما ننساك ما تروح من بالي وقعدوني غير الذكريات الله يرحمك في ذيك الرقلة ساعة ساعة نزور قبرك نرفد يدي وندعي نرفد يدي وندعي نطلب من الله يرحمك وإن شاء الله الجنة متوان ساعة ساعة نزور قبرك نرفد يدي وندعي نرفد يدي وندعي نطلب من الله يرحمك إن شاء الله هالجنة متوان
انت راجل يا بحل مولا خصلات يا بحل مولا خصلات واليوم جاك الاجل هذه هي سنة الحياة الشحنولك كنت راجل يا بحل مولا خصلات يا بحل مولا خصلات واليوم جاك الاجل هذه هي سنة الحياة الله يصبرنا ويصبر الوالدين ويصبر جميع من اللي كان عليك حزين يا كبير وصغير تأثر وشحال من عين بكاد وشحال من عين بكاد وغاشي بخيرك يهدر والناس من كل جهة جات الكبير وصغير تأثر وشحال من عين بكاد وشحال من عين بكاد وغاشي بخيرك يهدر والناس من كل جهة جات راهي صبرنا على غيابك يا اللي فارقت الحياة يا اللي فارقت الحياة يصبر منتك وخالتك الزوجة ويدوك لبنان الله يصبرنا على غيابك يا اللي فارقت الحياة يا اللي فارقت الحياة يصبر منتك وخالتك الزوجة ويدوك لبنان أدوى من حال من محال وهذه هي سنة الحياة الدنيا هذه غير ذكريات والله يرحم جميع النمال يتوحشتك يا غالي صبرا ما فاد صبري صبرا ما فاد صبري كي شوف صورتك الزينة يا نوح وانت نبكي يتوحشتك يا غالي صبرا ما فاد صبري صبرا ما فاد صبري كي شوف صورتك الزينة يا نوح وانت نبكي يتوحشتك يا غالي صبرا ما فاد صبري صبر ما فات صبري نشوف صورتك الزينة يا نوح ويضيق صدري وحشتك يا الغالية صبر ما فات صبري صبر ما فات صبري نشوف صورتك الزينة يا نوح ويضيق صدري ton meilleur souvenir artistique. Mais avant de décréer, fais-nous un livre de l'écran. Le meilleur souvenir dans le domaine artistique est que j'ai appris bien sûr à la fannanine, Masha'Allah, Allah Ibarak. En même temps, j'ai appris à la fannanine, j'ai appris à la fannanine, j'ai appris à la bien sûr, des Algériens. اللي نحييهم بيان سور بهذه المناسبة خويا حفيظ وخويا ميلود من واتسوف دو كيل الارتيست تي تنسبير اي بوركوا ما هو المطرب اللي تبغي تكون كما هو في كلامه في ادابه اكسيتيرا بون انا ما ايميلي حتى شونتور بيان سور بون بور انسبيراسيون كاين فنان ياثر فيا بيان سير بزاف بزاف واللي هو الشاب عز الدين الله يرحمه que penses-tu de la chanson populaire اليوم et quel est le conseil que tu donnes aux jeunes artistes d'aujourd'hui واش تخمم في اغاني نتاع اليوم واش هي النصائح اللي تعطيها المطربين الجداد تاع اليوم بالنسبه للاغاني تاع اليوم كاين وكاين
كاين فنانين ما شاء الله رب العالمين، بكلمات بأداء بصوت موسيقى ما شاء الله، نتمنى لهم كل النجاح إن شاء الله. والحاجة اللي نقدر نوصي بها هاد الفنانين وخاوتنا بياسر، يحوسوا توجور على الكلام النقي. Pourquoi avoir choisi le nom de Cheb Rahimou comme nom d'artiste? علاش اخترت الاسم شاب راحمو كي اسم فنان؟ بون، بالنسبه للاسم الفني ديالي شاب راحمو، هذا كاع يرجع للفضل بيان سور شيخنا اللي نحييه بهذه المناسبه حسين شريط. بون، هو اللي قال لي بوركوا با ما نديروش شاب راحمو. سي سا. Que penses-tu de cette maladie, le Covid-19, qui a pris pas mal de gens qu'on aime? Où sera écrit le web, les deux NES, NES Linebrohom? Bon, بالنسبة للCovid-19, bon, على هذا الوباء اللي راه منتشر عبر العالم، نوصي خاوتي بيان سور الحياد والحذر والوقاية. نقول لك الوقاية خير من العلاج. إن شاء الله تولي المياه إلى مجراها الطبيعي إن شاء الله. Enfin, artiste, que peux-tu dire pour les téléspectateurs de la chaîne Hamid Tourichi TV Web? واش تقدر تقول المشاهدين الكرام نتاع قناة حميد تورشي ويب تي في؟ حميد شتورو، ميرسي بوكو على هاد لاميسيون بيان سور، والانترفيو هذا اللي كان بيناتنا ان شاء الله يكون نافع اعجاب المستمعين ديالك. جو سويت ان بون كوراج اي بون كونتينياسيون، ان شاء الله ربي يوفقك في الدومين ارتستيك ديالك. بون، خليك مع كلمه تاع خويا كمال بيان سور علواش، لارونج بيان سور راني نتعامل معاه بليزير، وصافي ان كرون بليزير. بون كوراج. بون شيخ حميد بيان سور، الاخ كمال لارونجور ديالي، ونحيي جميع لارونجور تعاملت معاه بيان سور، منهم المجيد بيلامين، حسين شريط، مراد جالاكسي، والشيوخ اللي تعاملت معاهم بيان سور، الشيخ الناير قادير ولد عده. ونحيي بهذه المناسبه خويا والعزيز عليا ان شاء الله الشاب وتليريس خويا وغاشي وهران، ونخلوكم مع لي زارتيست تاعنا بيان سور. الشاب مراد شيخ حميد، والشاب خويا الشاب جمال بيان سور. ميرسي، بون كوراج شيخ حميد. وخويا فوزي بيان سور اللي نحييوه بيان سور. شيخ حميد ربي معك، ربي يعاونك خويا يعطيك الصحة. سمعتوا خاوتي، بون نخلوكم شيخ حميد، نخليك مع واحد المقطع ان شاء الله ينال اعجابكم. شتو سويت ان بون كوراج، ميرسي ميرسي بوكو 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 ان شاء الله على هاد لي ميسيون. توجور توجور معايا الشاب راحمو، اي كمال علواش وناس القبان، شيخ الناير وغاشي وهران، رفيق المغني انا شيخ الشيوخ، والمكتوب حدا نطلبوها، كلشي كاتب والله نشوفوها، حتى ريقي انا نسبوها، Nous avons eu le plaisir d'accueillir notre artiste d'aujourd'hui, Cheb Rahimou, pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt pour d'autres événements sur votre chaîne Hamid Tourichi TV Web.